مشاهدينا، هذه الأيام يتصدر في تويتر هاشتاج وجبتك المفضلة بالشتاء، وطبعا الناس بدعت في ذكر أشهر الأكلات الشعبية الشتوية. خلينا نستعرض بعضها معاكم على الشاشة. الله، ما أجمل أكلاتنا الشعبية خصوصا المرتبطة بالشتاء. الله، وعشان نتكلم أكثر عن هذه الأكلات اللي تتصدر المفضلات في موسم الشتاء، معانا في الاستوديو السيدة فاطمة الشايب من الأسرة المنتجة اللي في الرياض. هلا وسهلا بك سيدة فاطمة. طبعا الله. أم سلطان، حياكم الله. هلا وسهلا بك على إضافتي مرة ثانية. يعني احنا مره مبسوطين انك معانا اليوم، وما ألذ اكلاتنا الشعبيه من يد كذا امهاتنا والسيدات اللي مهتمين باكلنا التراثي واكلنا الشعبي واللي محافظين فيه بكل ما فيه كذا من سمن وسمن وعسل والاشياء الثقيله هذه، يعني اللي نحبها. يديك العافيه. طبعا خلينا نتكلم عن الاكلات الشعبيه اللي مرتبطه بفصل الشتاء. ايش هي؟ زي ايش؟ زي الحنيني، زي المحلة، المراصيع. هذه مرتبطة يعني في الشتاء كثير. يعني يفضلونها العالم والناس لأنها ليش؟ لأنها مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من البر ومن التمر كلها أشياء ما شاء الله عالية في السعرات الحرارية، تدفي في نفس الوقت. صح، يعني مفيدة. صح. أم سلطان، خلي أنا أفتقر كثير لثقافة الأكل الشعبي. أنا ما أعرف كثير، لدرجة أن كثير لما يسأل، يعني الحنيني هو العصيدة؟ لا، العصيدة تمر وبر، الحنيني مراصيع وتمر. وإيش الفرق؟ الفرق غير، هذا سايل وهذاك زي مفروم كذا. وهذا اللي معانا الآن في الاستوديو هذا إيش؟ هذا محلى عصيدة. ناس يسمونه محلى، ناس عصيدة. مو عريكة؟ لا، العريكة غير، حقت الجنوب. واضح اني حتى انت كلنا يعني صراحه، يعني ما شاء الله، يعني كلها اكلات جميله ونحبها. طيب اليوم جايبه معاك المراصيع. ايوه، اللي انا اللي هذه المراصيع. صح، هذه المراصيع الاولى. هذه المراصيع، هذه مراصيع سايله وتصبينها على شكل كذا دائره. اللي معاها جوا ايش؟ ده عسل ولا ايه؟ عسل وزبده. واو. وهذا اللي ذكرتي اسمه ايش؟ هذا عصيده محلى. يعني محلى، كلمينا عن هذا المحلى، ايش مكوناته واي منطقه تشتهر به؟ هذه نجد. هذه نجد ما يستعملون الا هذا المحلى. المحلى ايش مكوناته؟ مكوناته بر وتمر بس. بر طحين؟ اي، بر طحين. ايوه، وتمر مضبوط، يعني الضميد. يعني تعصدينه مع بعض، وبعدين تحطينه وتحطين عليه زبده وفلفل اسود. فلفل اسود. فلفل اسود عشان يكون يعطي دفء. طب هو كيف صار كذا؟ يعني كانه عجينه. اي، يعني تضيفي معاه اضافات ثانيه. انت تضربينه زي كذا وتخلينه بالمويه تخلينه فتره، وبعدين تحركينه وهو خلاص، تصبينه في الحافظه وتحطين عليه السمنه، ومو بسمنه، انه زبده. زبده وفلفل الاسود. الله. طب ام سلطان، انا من الشرقيه. إيه، هلا. يعني انا حساويه الاصل. ما شاء الله. وكنا كبرت على ان احنا في الشتاء، رغم ان ماما كانت مصريه لكن تعلمت الاكلات هذه، فكانت تسوي لنا عصيده. كانت تاخذ التمر وتسويها. هل تختلف يعني انت العصيده او اسمها المحلى؟ ايه، تختلف من منطقه لاخرى. يعني احنا في الحسا كنا نسويها بطريقه، بس اهل نجد يسوونها بطريقه، ولو راحت الجنوب يسوونها بطريقه، ولا هي طريقه واحده في كل المناطق؟ لا، تختلف. ايش الاختلاف؟ الجنوب يستعملون الطحين الابيض اكثر شيء زي العريكه، ويحطون التمر فوق. ما يعجنونه معاها؟ لا، ما يعجنونها معها. اهل نجد لا، ان نعجن التمر بالبر. الله. والشرقيه؟ الشرقيه مقارب ترى اهل الجنوب. اكثرهم اشوفهم عندي في السنابات اكثرهم زي البيضه. هل كان مره من هل في اي وقت او في اي منطقه السكر كان بديل للتمر؟ يحطون سكر مع الطحين ويذوبونه في هذه القصه؟ في ناس يحطون شيء خفيف بس معه، مو بكثير، لان التمر الاساسي اصلا. التمر اساسي ما شاء الله في الاكلات هذه كلها. طيب ام سلطان، يعني ما شاء الله واضح انك مهتمه بالاكلات الشعبيه وعارفه يعني عنها مره كثير، ايش الاكلات الثانيه اللي تسويها؟ اسوي المرقوق والجريش والقرصان، هذه في الشتاء كثير. الله. ورز الربيان، هذا ياخذونه كثير. طب ايش الفرق بين الجريش والجريش الاحمر اللي اسمع عنه اللي عمري ما شفته الى الان؟
حلو عاد الجريش الاحمر صراحه حلو. ايش هو يعني ايش الفرق بينه؟ باللحم تحطين وبالصلصه وزي كذا غير يختلف. ولا هذا اللي الابيض باللبن بس. باللبن بس يعني ايه. الاحمر متعوب عليه اكثر. اكثر هذاك يعني تسوينه زي بتجهزين زي المكرونه زي يعني اي شيء ثاني. اسهل صح. اي غير يختلف. عشت عمر كامل ما افرق بين الجريش والهريس. لا يختلف صح. أنا ايش الفرق بينهم؟ لانه صح قريبين من بعض جدا. قريبين بس لما الطعم يختلف. بس انا لما اروح على مثلا بوفيه في اكلات شعبيه اذا ما كان مكتوب ان هذا هريس وهذا جريش والله لا تسوين لي ايش ما تسوي لو قدام بعض اقول لك ما ادري. فكيف الان تسويق الاكلات الشعبيه للاجيال الجديده اللي يمكن ما كانت جزء من حياتهم؟ احنا كبرنا على على المطاعم الفاست فود والمطاعم الصينيه والامريكيه والمطبخ الايطالي والمطبخ الهندي وراح مع الوقت مطبخنا. اي فعلا اكيد. بس في هالحين بنات رجعوا ياخذون طريقه اجدادهم. حلو. يعني تميزوا عن الباقين. في باقين يعني على المطعم وزي كذا. في بنات لا. كيف اعرف افرق بين الجريش والهريس؟ لان الهريس حبته تختلف وفي دجاج مضروب بالدجاج. والجريش بس لبن. بس لبن وجريش بس حبته صغيره متكسره. في دجاج كمان في الله. فيه احيانا يحطون فيه دجاج بس الاكثر الاغلبيه يعني على اجدادنا بس جريش. جريش ولبن بس. حضرتك يا ام سلطان متمسكه بال خلينا نقول بالمقادير القديمه. اي انا يعني على عاداتنا على طريقه هلي واجدادنا زي كذا هذا انا نفسها امشي عليه. الان الى الان الناس يطلبوا منك الوصفات القديمه بتلاقي اقبال خصوصا من البنات اللي توهم متزوجات بيتعلموا هذه الاشياء؟ اي اكيد والله كثير يسالون شلون سويتيها وش طريقتها وزي كذا ياخذونها ويسوونها. بس في بنات مثلا بيحطوا اشياء بديله يعني مثلا تقول لك انا حاسوي ده بس ابغاه يكون قليل الدسم او بلاش السمنه احط زبده بلاش الاشياء اللي تتخن هذه احط اشياء ففي هذه البدائل. لا لا ما تضبط. ما تضبط الاكله. لا هي على طريقه خذي طريقه اجدادك تمشي عليها تصير صح. بتبدلين بتشكلين هذا. خربت الوصفه. كم سنه ليكي في هذا المجال يعني ما شاء الله اهتمامك بالاكلات الشعبيه؟ 17 سنه ما شاء الله تبارك الله. اي من زمان ما شاء الله. طب ام سلطان انا ودي اسالك الان انت ما شاء الله تمتلكي مشروع مصنف ضمن المشاريع الاسر المنتجه. طيب انت الان لما بداتي مشروعك هل هذه المشاريع بهذا الحجم عليها طلب؟ قادرة تنمو قادرة تكبر؟ ولو هقولك مثلا صار عندك مثلا أكلة معينة دائما يطلبوها منك حكي لي أكثر عن هذا الموضوع. إيه في طلبات كثيرة وطلب أكثر شيء يطلبون مرقوق والجريش هذا أكثر شيء بكثرة. إيش معنى؟ هل عشان ما نقدر نسويه في البيت ولا عشان مثلا والله أم سلطان تسويه بأحلى طريقة ممكنة؟ يمكن يمكن يعني أضبط أنا صراحة صدق يعني أضبط المرقوق صح. الله يعني جوب. كثير والله طلبية عليه. يعني انا زعلانه انه الانتاج ما حضر لنا ملاعق وهذا يتهيألي ما تتاكل بملعقه تتاكل كذا. ايش هي؟ صح؟ اللي هي المحله. المحله باليد. في احد ياكلها باليد؟ ايه؟ اجدادنا باليد. باليد. تفضلي يا لبنى. والله شوفي انا هاكلها باليد اكيد. ايوه بس بعد الهواء. يعني تغمس بالسمن وباليد. ايه يطلع حلو. يعني صراحه مره اشياء تفتح النفس يا ام سلطان. يعني صراحه يعني ربي. ابغى اسالك اليوم في الشتاء طبعا اكلات الشتاء كثير ومتميزه، طب في الصيف برضه تنطلب منكم هذه الاكلات ولا في اكلات خاصه بالصيف؟ في الصيف يطلبون منا الرز الربيان وزي الكشري. أيوة. زي يعني جريش مرقوق. بس هذه تكثر في بس هذه اكثر شيء يطلبونها منا في الصيف اذا كان في نفاس. هذه برضه خاصه. شو علاقتها بالنفاس يعني؟ زينه بعد الوضع. حلو. ذكرتي الكشري. ايه. هل ام سلطان متنوعه في الاكلات الشعبيه من كل دول الدول العربيه ولا فقط الخليجيه؟ لا لا كل شيء. الله يا ام سلطان. صواني واسوي محاشي اسوي كبيبه. ما شاء الله. يعني كل الاصناف اسويها. يعني ما اجمل الاكلات حقتنا كذا اللي بيد سيدات اهلنا كذا اهلنا. إيه. تحس الاكل لذيذ متعوب عليه جوده عاليه حتى المقادير اللي مستخدمه فيه كذا مقادير حلوه يعني. إيه كلها يعني تحسينها سهله وموجوده. ام سلطان اليوم انت يعني تعتبري من العوائل الاسر المنتجه خلينا نقول. اليوم المجال مفتوح وكبير فبتلاقي صعوبه انك تسوقي لاكلاتك. كيف بتسوقي؟ كيف الناس تعرف عنك؟
والله عن الانستغرام وعن الواتساب. في احد بيساعدك في موضوع الانستغرام؟ مرت ولدي وبنتي. ما شاء الله، وكيف تفاعل الناس معك؟ والله الحمد لله، والله يعني الحمد لله عندي اقبال كثير يعني. اغلبهم من الرياض، اهل الرياض، ولا ممكن تسوي اشياء برا الرياض؟ والله وصلت للافلاج، وصلت للشرقيه، وصلت لجده، والله في اشياء، في ناس يشيلونها ويروحون بها. الله، انا كده خلاص اتاكدت انه اكل ام سلطان لا يعلى عليها، انا حصير واحده من زباينك يا ام سلطان. ما شاء الله، حتى يعني اهلي كلهم كاسره وصار منتجه، حتى اختي ام شعري في الحريق، حتى عندنا حمضيات بعد اسبوع او 10 ايام. اختي ماخذه محل يعني كشك هناك وزي كذا. طب ام سلطان، انا ودي اسالك سؤال ثاني الان. احنا لما نسافر كثير دول، توني كنت اقول لما نسافر على اوروبا ولا نسافر الاماكن، لما نروح اماكن معينه نحب ناكل من الاكلات الشعبيه حقتها. الشعبيه والاكلات هي جزء من الهويه السياحيه لاي دوله. صح. الان احنا في موسم الرياض والعالم كله موجود عندنا، هل كانت لك مشاركه ساهمتي فيها في ان احنا مثلا من اكلتي سياح، اكلتي اجانب جايين، بديتي تساهمي في تعزيز السياحه في السعوديه من خلال مشروعك؟ لا والله انا ما رحت، لان يبي لها دعم صراحه. عشان كذا يعني يبي لها تسويق يا ابو سلطان. تسويق ودعم. تسويق ولا الابواب مفتوحه؟ اي والله الحمد لله، بس يعني يبي لس يعني احد يدعمس، ويبي لس مكان، ويبي لس يعني اشياء كثيره صعبه. يعني اليوم لما ما شاء الله تنفذي طلبيات ويجيكي كذا طلبيات وكانت باعداد كبيره، كيف بتقدري انك تنفذيها؟ هل في احد بيساعدك، او انه انت لك جدول معين، او في مواعيد الناس بياخذوها معاكي؟ كيف بترتبي ذا الموضوع؟ في يعني يتصلون فيني قبلها بيومين، في ناس حق زواجات قبل باسبوع، وعندي بنتي يعني تعاونني ومرت ولدي، يعني في ناس يعني كلنا يعني مع بعض يد واحده. والحمد لله يعني نخلص امورنا في الوقت المحدد. الحمد لله يعني نظافه ووقت محدد يعني على الموعد بالضبط. على الموعد ما شاء الله يوصلهم الطلب. طب اسعارك يا ام سلطان كيف؟ عشان يعني نبغى نعرف كمان، لانه في بعض الاسر تقول لك لا اسعارهم مره تكون غاليه، لكن انت كيف اسعارك؟ لا والله انا احط من زي كذا من 150 200 ما ارفع. ما شاء الله تستاهل، يعني يكفي انه شغل بيت وشغل يدك وجوده عاليه، وحتى المقادير اللي تستخدميها بتكون طبعا ذات جوده عاليه اكيد. اي والله الحمد لله. طيب ام سلطان، الحين يعني لو اخذ منك كلمه اخيره لكثير من الان سيدات تجد تقول لك انا والله طبخي حلو وانا اقدر. صح. كيف انت بديتي وايش تنصحيها هي كيف تبدا؟ تبدا بالطعام، الطبخ زين والخضار الطازجه، يعني تصير مكوناتها اساسيه طازجه. ايوه طبعا، ما تكون تخزين قبل. صح صح. هم بعدين تجيبها وتقول له هذا اكل ما يتقبلها الزبون. صحيح طبعا، يعني يختلف طبخ طازج عن المبرد، يعني كذا مثلج في الفريز. طبعا طبعا، يعني خلاص يعني اي شيء تحطينه طازج يصير يعني الزبون يرغبس، يرجع لك مره ثانيه، مره ثانيه يقول هذا طبخها حلو، هذا جربناه زين، خضارها طازجه، يرجع. عشان كذا يعني يطلبونه الناس مره ثانيه. ما شاء الله تبارك الله. سلطان كنا سعيدين جدا بوجودك. الله يسلمك يا رب. واكيد طبعا احنا بس نختم حلقتنا ونستفرد بالاكل طبعا. بالعافيه، يعطيك الف عافيه وشكرا لوجودك، ونتمنى لك اكيد كل التوفيق. الله يسلمك يا ربي. شكرا لك. شكرا لكم على استضافتكم لي المره الثانيه، وان شاء الله سعيدين. والله يا سلطان احنا سعيدين، اضفتي لنا الكثير. الله يسلمك. شكرا يا ربي. مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا، نذكركم في المشاركه في استفتاء برنامج سيدتي الظاهر امامكم على الشاشه، نلقاكم غدا في حلقه جديده في امان الله.